دكتورة ريم، لو استعرضتي أعمالك وطلب منك إنك ترشحي عمل يكون عمل درامي للسينما أو كمسلسل تلفزيوني، ترشحي إيه؟ يعني أنا طبعا بحب كل الأعمال، يعني بحس إنها كلها ممكن تنفع، سواء كانت مثلا أشياء رائعة، بحس إنها رواية بتتكلم عن مصر في فترة مهمة جدا، سنة 2010 اتنشرت الرواية 2010، فهي فترة فيها تغيرات شديدة جدا في المجتمع المصري، فهي رواية أنا بعتقد إنها من الروايات اللي أنا بعتز بيها جدا، رواية أشياء رائعة، رواية مرشد سياحي، فكرة زوايا الحقيقة وفكرة إن إحنا ممكن نشوف الحقيقة بطريقة مختلفة، كل واحد مننا بيشوف الحقيقة بطريقة مختلفة، إحنا بنشوف الحكاية دي دلوقتي طبعا حوالينا في الميديا طول الوقت. بالنسبة للروايات التاريخية كلها أتمنى إنها تتعمل، يعني أولاد الناس، ثلاثية المماليك، القطائع، كشخصية ابن أحمد بن طولون وما حققه وما أنجزه لمصر، أنا شايفة إنها حاجات لازم المصريين يعرفوا عنها أكتر. أحمد بن طولون الإنسان، أحمد بن طولون الشخص الذي تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه. لا، أحمد بن طولون شخصية مهمة، يعني محتاجين إن إحنا نعبر عنها أكتر. وبعدين بعد كده يجي بقى البدر الجمالي وجوهر الصقلي وصلاح الدين أيوبي، كل دول أتمنى طبعا إن هم يعني يعني برضو نشوفهم. اختيارات حضرتك بتأتي في هذه المنطقة الوسطى من التاريخ المصري. الحتة اللي إحنا يعني شوية ما نعرفش عنها كتير، الحتة الغامضة عندنا، يعني الدولة الفاطمية احنا ما درسناش عنها كتير خالص، هي منطقة غامضة جدا بالنسبة للمصريين. الدولة الطولونية نفس الحكاية، حتى دولة المماليك معلوماتنا عنها للأسف ما هياش مظبوطة قوي، يعني لأن احنا ما درسناهاش بالتفصيل، يعني معلومات خريج الآثار عن دولة المماليك ومعلومات خريج ثانوية عامة قسم أدبي عن دولة المماليك مختلفة تماما، فمحتاجين ان احنا نقرب الاختلاف ده يعني او مختلفة الفجوة ولا دي. متناقضة؟ متناقضة كمان، صح حضرتك كلامك صح، متناقضة كمان. طب كيف للأجيال الجديدة إنهم ممكن يفهموا التاريخ المصري بشكل جيد وهناك تناقض أحيانا بين الواقع وبين الكتب المدرسية أو عندك الواقع حق حضرتك، والأعمال عندك حق. الروائية، كيف؟ محتاجين إن احنا نعيد كتابة مناهج التاريخ في مصر، ده لازم ده مهم. جدا جدا نعيد كتابتها، وبرضه ما فيهاش حاجة، لو احنا ادينا للطلبة ساعات رواية يقروها أو وديناهم الأماكن التاريخية وحكينا لهم القصة من غير ما نكلمهم على الامتحان وهيجي فيه ايه، يعني نحاول ان احنا نحببهم في التاريخ المصري ونخليهم يحسوا انهم يملكون هذا التاريخ، هذا تاريخهم هم يملكونه. احنا دايما عندنا فكرة هل نملك هذا الشيء ام ان نحن مجرد وصي عليه، ففي فرق بين، يعني عندنا حتى في علم اللغة الاجتماعي في واحد يملك اللغة وفي واحد وصي على اللغة، فاحنا هل نملك التاريخ المصري كله ولا احنا بس اوصياء على التاريخ المصري؟ فلازم اي طفل صغير يحس ان هو يملك هذا التاريخ كله بكل مراحله. عشان كده انا بزعل جدا لما حد يشيل مرحله من التاريخ ويقول دي مش مهمه خالص. يعني مثلا لما شفنا موكب الموميات او اي حاجه، فحد يقول ايوه هو التاريخ المصري القديم ده تاريخنا والتاريخ الاسلامي ده مالناش دعوه بيه. او يجي واحد يقول العكس، ده التاريخ الاسلامي بتاعنا احنا مالناش دعوه بالناس القدماء المصريين دول ما كانوش بيعبدوا ربنا. ده غلط وده غلط. كل هذا التاريخ هو جزء طب من مننا. يصلح ذلك؟ يعني طبعا دي غلط، بس طبعا يعني كتب التاريخ التعليم بقى، طريقة التعليم طبعا، طريقة التعليم وطريقة الكلام، الخطاب المتداول في البلد، يعني ما بين الناس، يعني الناس كلها تتكلم ازاي، بتتكلم على تاريخها ازاي، هل هي فخورة بكل التاريخ ولا لا. بس طبعا هي طريقة التعليم اولا واخيرا، طريقة تدريس التاريخ الفترات دي في التاريخ انسنت التاريخ، يعني انا عايزه اتكلم على شخصيه كانسان، هذا الانسان تعرض ل يعني مواقف كتير في حياته واتخذ قرارات احيانا شجاعه واحيانا قاسيه، لازم نشوف القرارات دي اتخذها ليه وعمل كده ازاي. يعني لازم نعلم الطالب اولا منهجيه البحث، لازم ازاي يبحث عن المعلومه الصادقه، ونعلمه كمان انه يدرس اشخاص وليس يعني مش مكنه، هو بيدرس شخص انسان، فهذا الانسان معرض للخطا والصواب، فهو يعرف ويتعلم من الخطأ بتاعه ويشكره على إذا كان اتخذ قرار صائب. يعني هل الدراما ممكن تساهم في يعني ذلك التوجه اللي حضرتك جدا بتتكلمي عنه؟ جدا، يعني طيب هي أفلام برضو مش كتير، ملاحظة حاليا إنه الأعمال الدرامية عن التاريخ المصري بقت قليلة جدا؟ لا هو ما فيش خالص الحقيقة، هو ما فيش خالص، يعني حضرتك عندك تكاد حق، فعلا ما فيش أعمال عن التاريخ المصري، ما سينما فيش، وتلفزيون. كله كله احنا محتاجين طبعا صحوة شديدة، وبرضه ما يبقاش فيه نمطية في التعامل مع التاريخ، شوية بمعنى ابتكار، شوية إبداع،
شوية نظرة مختلفة لزوايا مختلفة من التاريخ المصري، نأكد شوية على الفترات اللي الناس مش فاهماها قوي أو زي ما حضرتك قلت فيها تناقض في الفهم، وبرضه لما نعبر عن الشخصيات، ما هو برضه ايه اللي بيخلي ساعات الناس تبعد عن الدراما؟ لما ما ينفعش احنا نعبر عن الشخصيه كانها اله وليست يعني إنسان. تملك مشاعر او تتخذ قرارات زي ما اتفقنا صح او غلط، لكن احنا لما يعني نخلي الانسان انسان هنتعاطف معاه اكتر وهنحبه اكتر. ولو تعددت الاعمال الدراميه اللي بتقدم يمكن نفس الفتره ونفس الاشخاص، اعتقد انه الانسان يعني هياخد المتلقي فكره هيبقى طبعا عنده فكره يفكر مختلفه. يعني بالظبط الى ايهم ينحاز يعني. بالظبط، احنا شويه بنخاف ان الناس تفكر، يعني بنخاف عايزين نديهم الاجابه، خايفين ان هم يسالوا الاسئله. هو احنا نقول دايما عندنا يعني في مناهج البحث العلمي كيفيه السؤال اهم من الاجابه، فاحنا بس نعلمه ازاي يسال السؤال الصح، ومش لازم نديله اي اجابه بس يسال السؤال الصح. يعني زي ما حضرتك دلوقتي بتتكلمي عن أحمد بن طولون مثلا ومتحيزة له جدا، أنا أعتقد إن هذا التحيز غير موجود في كتبنا خالص، يعني احنا ما بنكرهوش مكتوب كده سريع، يعني الدولة الترونية دي في نص صفحة كده في التاريخ سريعة، الحاجات اللي اتعملت فيها وازاي اتهدت وخلاص عدينا عليها، لكن احنا ما بصيناش لأحمد بن طولون كإنسان. جه في ظروف صعبة جدا وقدر ان هو يستقل بمصر داخل الدولة العباسية، ودي حاجة يعني مستحيلة. عشان كده وحب المصريين ليه، يعني حب المصريين لأحمد بن طولون ده اتكتب عنه طبعا، مش انا اللي بقول، المؤرخين بقى كلهم من اول بلوي اللي انا قريته اللي اتكتب 40 سنه بعد وفاه احمد بن طولون لحد المقريزي بعدها بكتير جدا، يكتبوا على حب المصريين الشديد لاحمد بن طولون، وكانوا معاصرين له يعني له. البلوي كان 40 سنه، يعني بالعكس كمان ده هو كاتب بموضوعيه لان كانت انتهاء الدوله الترونيه، ومع ذلك كتب قد عنه ايه بشكل جيد. يعني كان بيقول ان جنازه احمد بن طولون ما كانش فيه امراه ولا طفل في شوارع مصر ما راحش جنازته.